بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة مع موضوع من الموضوعات المعاصرة أو العصرية في مخاطبة الجيل الجديد. كيف يكون الخطاب الدعوي للجيل الجديد؟ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الرسل. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأثنى الله سبحانه وتعالى على من يدعو إلى سبيله، وبين أنها وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وبين أن الدعوة تكون على هدي من الكتاب والسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وبين كذلك أن له أتباعا، أنا ومن اتبعني، وأنهم على هذا المنهج ماضون. أثنى الله عز وجل على الدعاة، وجعل الدعوة من أسباب خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكذلك بيّن سبل وطرائق الدعوة بقوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وهذا يناسب الجاهل الذي يحتاج إلى تعليم، فإنه يحتاج إلى حكمة في التعليم. البدء بالثوابت، البدء بالأسس والقواعد قبل التفصيلات والجزئيات. مثلاً البدء بقضايا الإيمان قبل الحلال والحرام والأحكام. مثلاً أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا يناسب من كان عنده علم لكن حصلت عنده غفلة، استولى عليه الشيطان، أغواه الشيطان، صار عنده غفلة، فيحتاج إلى موعظة ليعود إلى رشده ويعود إلى الحق. فقال عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الطائفة الثالثة من المدعوين من عندهم شبهات. هؤلاء أصحاب الشبهات يجادلون بالتي هي أحسن، يحاورون ويناظرون. والتي هي أحسن، أحسن طريقة في مناقشتهم والتعامل معهم. ونحن نعيش أيها الإخوة في زمن الآن قد حصلت فيه مستجدات كثيرة وسريعة، مستجدات كثيرة وسريعة، ونشأ جيل في هذه المستجدات وفي هذا التسارع، جيل من الشباب والفتيات له خصائص تميزه وله طبيعة ينبغي التعامل معها، وكذلك له قناعات، عنده ميادين يعمل فيها. هذا الجيل الجديد من الشباب والفتيات جيل صاعد بقوة، يتسم بالثقافة وسرعة الوصول إلى المعلومة، التعامل مع الأجهزة الذكية، الخوض في مواقع التواصل، سرعة الوصول إلى المعلومة، كذلك له مقاطعه وأفلامه وألعابه ووسائل ترفيهه. وأيضا هذا الجيل معرض لأنواع من الثقافات وأنواع من الفتن لم يكن الجيل الذي قبله قد تعرض لمثلها. لكن هذا الجيل الجديد له طموحات، يعيش في عالم الحركة والضوء والسرعة والتغير الآني، المعلومة السريعة،
لا تحد الفواصل الجغرافية، فهو يستطيع أن يصل إلى أقاصي الأرض، ويستطيع أن يلعب لعبة مع واحد في أستراليا وآخر في المكسيك وثالث في جنوب أفريقيا ورابع في كندا وهكذا. فهو يتواصل مع ناس في أنحاء العالم. هذا الجيل محاط بالتقنيات المختلفة بما فيها العالم الافتراضي، العالم الافتراضي الذي يجعلك كأنك تعيش في الشيء لكنك لست فيه حقيقة، وتنشأ عن هذه إيجابيات وسلبيات. العالم الافتراضي الذي صار في علاقات، كل شيء يوجد في هذا العالم الافتراضي، حتى النقود صار هناك نقود افتراضية. ولما كان البشر يتعاملون بالدينار والدرهم من الذهب والفضة، ثم انتقلوا إلى ورق البنك نوت والسند الورقي للذهب والفضة، ثم ألغي هذا الغطاء الذهبي وصارت هذه الأوراق النقدية، ثم تحولت إلى أرصدة رقمية، نقود رقمية في أرصدة إلكترونية، وصار الورق النقدي لا يمثل 5% من الأرصدة مما يملكه الناس، والباقي كله نقود رقمية. ثم انتقل العالم من النقود الرقمية، هذه الأرصدة الرقمية، إلى النقود الافتراضية، بيتكوين، إثريوم، وهكذا عملات جديدة تبرمج بخوارزميات وتقوم على التشفير البالغ، وتباع الآن بأقيام كبيرة، مع أن أصلاً ما لها أساس إلا البرمجة التي تمت البرمجة بها فقط، لا غطاء ولا مقابل ولا شيء، لكنها نقود، لكنها تفرض نفسها تدريجياً. الجيل الجديد هذا إذن صار له كل هذه الأشياء مما حوله، فصار هناك نوع من التمايز بين جيل مضى وجيل أتى. ولذلك تحتاج المسألة إلى حكمة عظيمة في التعامل مع هذا الجيل الجديد، الذي أيضاً غزته أشياء، تعرض إلى عوالم الإلحاد، تعرض إلى عوامل الشبهات، تعرض إلى الشهوات بشكل غير مسبوق، وإقامة العلاقات بين الجنسين. ويقول أحدهم تراه مرة ثائرا ومرة حائرا ومرة كافرا ومرة ومرة. نحن لا نتحدث يعني فقط عن الجيل الجديد، من يعني ممن حولنا القريبين جدا، لكن هو جيل موجود في العالم من أبناء المسلمين وغير المسلمين. هناك عوالم من الأضواء، عوالم من الانفتاحات موجودة أمام هذه الأجيال الشابة، هناك أشياء تستميلهم، هناك الضوضاء من الحياة التقنية الحديثة تملأ أسماعهم وأبصارهم، هناك مفهومات كثيرة تغزوهم، هناك لغة أحياناً موحدة يتكلمون بها، يتكلمون بلغة لغة تقنية، لغة فيها أرقام، لغة حلت فيها بعض الرموز محل بعض الأحرف، حتى اللغة الإنجليزية، فتجد مثلاً بدل ما يقول يو آر يكتب حرف اليو حرف الآر فقط، هاتان كلمتان مع أنهما حرفان. كذلك الحروف العربية تكتب عند كثيرين بالحروف اللاتينية، الحروف الأجنبية، ويقول الكيبورد اللي عندي ما يدعم اللغة العربية، وصار هناك لغة مشتركة، العين مثلاً رقم 3 بالإنجليزي، وهكذا. حروف أصلاً حروف عربية ليس فقط تكتب بالأحرف الإنجليزية، بل بأرقام
أو برموز حتى تعطي الحرف العربي، فصار في هناك أمية حقيقية في اللغة العربية وفي الإملاء وفي الخط. فإن لوحة المفاتيح لم تجعلهم يعتادون أو تعتاد أناملهم حتى على الخط العربي، اللغة العربية صارت في خطر ولا شك. لكن هذا الجيل الجديد جيل مؤثر، جيل قوي، جيل فيه معالم الذكاء. هذا الجيل له أحاسيس وله عواطف. هذا الجيل لا يرضى أن يكون منحسراً أو ذائباً، بل يريد أن يكون له تأثير وأن يكون مشاركاً في القرار. هذا الجيل الذي عنده أنواع من القناعات، أنواع من القناعات التي تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تنقيح. هذا الجيل الذي انفتح على من فتح عليه ليس كل ما فيه شر. بعض الناس يهاجمون الجيل الجديد، يهاجمونه مهاجمات عنيفة، وهذه المهاجمات تعتبر خطأ قاتل في التعامل معه. فكيف تريد أن تدعو جيلا ويرمى بعد ذلك بأنه الجيل الأناني الفاشل المغرور المتعالي اللا اجتماعي المنطوي؟ هذا بالحقيقة أسلوب ولا شك منفر، ولا يمكن أن ينجح في التعامل مع الشباب والفتيات في هذا الحال وفي هذا السن. ونحن يعني إذا نظرنا إلى المعالم، معالم هذا الجيل، فإننا نرى أنه جيل تقني يتعامل مع البرمجيات والتطبيقات والأجهزة والمنصات، سهل الوصول إلى المعلومة والبحث، البحث السريع، منفتح على المناطق الجغرافية والخلفيات الثقافية، المستويات العمرية المختلفة، ويحتك بالواقع الافتراضي كما قلنا احتكاكا بليغا، بل يعيش فيه، ربما يبيع ويشتري فيه، وربما يتزوج فيه، وربما وربما هو لا يمارسه حقيقة، لكن هكذا صنعت له التقنية المعاصرة من أنواع هذه العوالم. حتى يسألون الآن يقولون هل يجوز أن نشتري ونبيع في الأراضي التي في الألعاب؟ تصور لعبة فيها أراضي، لكن تباع فيها الأراضي، ويسألون عن الأراضي. التعامل مع هذا الجيل يحتاج إلى حذر ولا شك. أنت الآن ربما يقول الأب لولده أنت فاشل، تضيع وقتك في الألعاب هذه الإلكترونية السخيفة، وربما يبيع الولد المرحلة الرابعة من اللعبة 10,000، لأن الألعاب هذه لها مراحل، كل مرحلة لها ميزات، وبعض الناس ما يستطيع أن يبلغ المرحلة الفلانية فيعرض نقودا لشرائها، وفي ولد متفوق في اللعبة قد بلغ هذه المرحلة فيعرضها للبيع، ويأتي السؤال ما حكم بيع المرحلة؟ على أي حال هو أبوه يقول له أنت تضيع وقتك في السخافات، وهو يقول أنا أكسب مالا، أنت مالك، أنت ما تعرف أنا ماذا أفعل، أنا أكسب مالا. والإنسيابية أو إزالة الحواجز بين الجنسين هذا شيء واضح، واضح جدا، يعني حتى أن بعضهم يقول أن اختيار الزوجة في هذه الأيام ومستقبلا ربما لا يكون إلا عن طريق هذه الانفتاحات، وأن يعني أمه تبحث له أو خالته أو أن عمته تبحث لها، أن هذا صار من القديم والآن هو ينزل إلى الميدان في هذه الشبكة الأخطبوطية العنكبوتية، ويبحث فيها ويعمل علاقات ويكتشف ويتوصل إلى الفتاة التي تعجبه برأيه. نفس الكلام يقال من قبل الفتيات، نحن نختار الشباب الذي نريد، أنا أختار الشاب الذي أريده وأتعرف حتى أصل إلى الشخص الذي
يوافقني وتنطبق المواصفات التي في ذهني عليه. الجيل هذا يعني عجيب حتى في قضية الجماهيرية، يعني ما كان يتخيل في جيلنا نحن مثلا أن يصبح الواحد مشهورا وله متابعون بالمليون وعمره 10 سنوات أو 12 سنة، لكن الجيل هذا فيه مشاهير عمرهم 10 سنوات و12 سنة وأتباعهم مليون وأكثر من مليون، وإذا دخلوا المولات سمعت التصفيق والصياح، لقد دخل فلان أو فلانة من مشاهير إنستغرام ومن مشاهير المواقع. الانفتاح هذا أو هذه الأشياء طبعاً بلا شك من المعالم الواضحة قضية الترفيه، شيوع الترفيه في هذا الجيل، الترفيه بجميع أنواعه، الألعاب وغيرها، وحتى الألعاب صارت أنواعاً ليست فقط ألعاب يعني، وربما يكون أحسنها الألعاب التعليمية، لأن الجيميفيكيشن أو التعليم بالتلعيب صار أيضاً الآن من مزايا أو معالم أو مظاهر التعليم في عصرنا وأنواع التعليم. نعم هو مناسب جداً للأطفال، لكن صار حتى للكبار في هذا الوقت. نحن في موضوع يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى أن يأتي هؤلاء إلى حياض الشريعة والدين ويتفيأوا ظلاله ويتربوا عليه، أن يعرفوا معاني الآيات وشروح الأحاديث النبوية، وأن يتعرفوا على أحكام الشريعة والحلال والحرام، وأن يحكموا الشريعة في واقعهم، وأن تنضبط سلوكياتهم وأخلاقهم بهذه الشريعة، وأن يكونوا على وفق آدابها وما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها. إذن نحن نريد أن يكون هذا الجيل يتربى وينشأ ويكبر ينمو في ظلال الكتاب والسنة، ولا يختلف القصد عن أي جيل سابق. أي هذه أصلاً يعني دعوة الأنبياء، يدعون الناس إلى الله، هلموا إلى الله، تعالوا إلى الله، تعالوا إلى دينه، تعالوا إلى شرعه، تعالوا إلى كتابه، وهكذا. وهذا هذا الجيل مهما قلنا إنه قد حصل فيه أنواع من يعني العبث والإفساد الذي صار من قبل أعداء الدين، أعداء الدين أفسدوا كثيراً، نعم، وقد وصلوا إلى الشباب والكبار والصغار، وصلوا إلى الأطفال كما وصلوا إلى كبار السن، نعم، وجميع أنواع الانحرافات موجودة، يعني سواء قلنا كفريات، إلحاديات، زندقة، موجودة، نعم. لكن نريد أن نسأل سؤالاً يا إخوان، سواء قلنا الجيل الجديد بكل صفاته التي مرت، أو جيل آخر، أو الجيل الحالي، أو الجيل القديم، أو الجيل، أليس الذي أنزل الكتاب سبحانه وتعالى يعلم بأنه سيأتي جيل أو أجيال بهذه الصفات؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن لابد أن نقول إن الكتاب والسنة يخاطبان الجيل الجديد، الكتاب والسنة تخاطب الجيل الجديد. قل ما شئت عن الجيل الجديد في ثقافته واطلاعاته وامتداداته وعالميته، لكن أليس الله تعالى هو الذي خلقه؟ ولو قال واحد يا جماعة أنتم ما تشعرون بالخطر، الجيل الجديد الآن دخلت الإلحاديات، دخل يعني تشكيكات، صار في شباب من أبناء المسلمين بنات المسلمات يعني عندهم أشياء إلحادية، أشياء كفرية، أشياء من الشكوك ومن الشبهات الخطيرة جدا متعلقة بالعقيدة والمتعلقة بوجود الله أصلا والنبوات والوحي والقرآن، ونقول نحن نعرف هذا ليس بخافل، ولكن ما هو العلاج؟
هل يمكن أن يخرج يعني أن يستبعد الكتاب والسنة من العلاج؟ أبدا. هل يمكن أن يقال إن يجي واحد يقول والله يا جماعة الكتاب والسنة هذه تصلح للجيل القديم الأول، جيل جديد الآن ما يصلح له الخطاب بالكتاب والسنة؟ هذا خطأ فادح جدا، هذه مصيبة وكارثة كبرى. الله يعلم أنه سيخرج هناك جيل جديد وستكون هذه الشبكات وهذه التأثيرات كلها والانفتاح والعولمة، لكن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أشياء تخاطب حتى هذا الجيل الجديد الذي نتحدث عنه. وسأضرب لكم أمثلة حتى في قضية القضايا وأصل الأصول، وهي مسألة ربوبية في وجود الله تعالى، في الشيء الذي اليوم يطعن فيه الملاحدة. لو أردت أن تخاطب بعض الشباب حتى الذين سافروا ذهبوا إلى الخارج درسوا تأثروا تشككوا رجعوا أو من خلال الاتصالات بالشبكات هذه أثرت فيهم، لو خاطبناهم بهذه الآيات القرآنية التي فيها الأسئلة القوية، هل ستكون بعيدة عن أفكارهم وفهمهم واستيعابهم والتأثير فيهم؟ أبدا. أنت لا. ولنأخذ أمثلة في القرآن، مثلا آيات موجهة للملاحدة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، هذا السؤال ما يفهمه الشاب الجديد، أفمن يخلق كمن لا يخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. مهما صار في الشباب تلوث بالإلحاديات، لو وجهت له هذه الأسئلة الصادمة القوية في القرآن، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض من إله غير الله يأتيكم بضياء لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لو جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة فمن يأتيكم بماء معين لو أصبح ماؤكم غورا. حتى لو صار في نزعات شركية وأنت تخاطبه بالآيات القوية، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الله خير أم ما يشركون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم حتى الزرع الذي تزرعون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون من الذي يفلق الحبة والنواة ويخرج من النواة شجرة ومن الحبة النبتة من الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ومن آيات أن خلقكم من تراب ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم لغات لغات أنت تنفتح العالم يا أيها الشاب وتسمع اللغات ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم أنت تتواصل بالشبكة مع صيني أصفر وأوروبي أبيض وأفريقي أسود وعربي حنطي وهكذا ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم من الذي خالف ألوان البشر ومن آيات منامكم بالليل والنهار ومن آيات يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آيات أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة هل مخاطبة الشباب والفتيات من الجيل الجديد لا ينفع معه مثل هذا؟ أليسوا يفهمون هذه الآيات؟ أليس الله قد جعل في كتابه آيات سهلة الفهم يسيرة أن تعقل وحتى لو كان من الشباب والفتيات الجدد فإنه سيتأثر بها أليست تخاطب فطرته أليست تخاطب عقله ووجدانه أليست تحيي الإيمان في نفسه أليست تزيده إذن لا يظن النظان أن الجيل الجديد ينبغي أن يخاطب بطريقة تختلف تماماً وأننا ينبغي أن نعدل عن القرآن والسنة في مخاطبته أبداً النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب يقول له إذن لي في الزنا وكان خطابه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب خطاباً يصلح حتى للشاب في عصر الإنترنت الآن حتى الشاب الذي يتعامل مع محرك البحث ومع التطبيقات ومع لغة البرمجة يتعامل مع ما يتعامل معه من التقنيات لو قيل له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أفترى يا عبد الله أن هذا الخطاب لا يؤثر في الجيل الجديد؟ لا بل يؤثر فيه ولم لا يؤثر فيه؟ إذن الذين يدعون إلى تجنيب الطريقة بين قوسين القديمة كلها هؤلاء غير محق ليسوا محقين ابدا في كلامهم الجيل الجديد هذا ينبغي ان تزرع فيه العزة الإيمانية يعني الاعتزاز بالإسلام الاعتزاز بهذا الدين الاعتزاز بالنبي صلى الله عليه وسلم الاعتزاز بالقرآن العظيم الاعتزاز بالصحابة الاعتزاز بالسلف بعظماء الأمة بأبطالها بعلمائها تاريخ الإسلامي سيرة النبوية رأس التاريخ الإسلامي لابد أن يزرع في هذا الجيل الاعتزاز باللغة العربية نعم الجيل هذا يكتب باللغة الأجنبية اللغة العربية عندهم شبه مكسرة في كثير من الحالات كما قلنا لا خط ولا إملاء حتى لو أراد أن يكتب بيده الكتابة سيئة جدا طبعا في المجمل لا ليس بالعموم الأهالي بعضهم يشجع الأولاد على الدراسة في المدارس الأجنبية والكلام باللغة الإنجليزية ويعتبرون هذا من حفظ مستقبل الولد أن الولد يدرس مدرسة أجنبية ويدرس الرياضيات كالكولس يدرس الفيزيكس فيزياء كيمستري بالإنجليزية ويدرس اللغة الإنجليزية ولكن هذه المدارس الأجنبية في الغالب
تدريسها للعربي ضعيف جدا، تدريسها للدين محدود جدا، تقدم له حشوا عظيما من مواد الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فماذا ستكون شخصية الولد؟ علمه الديني، علمه الشرعي، علمه بالكتاب والسنة، علمه بالأحكام الشرعية والفقه، علمه بالعقيدة والتوحيد، علمه بالتفسير، علمه بالحديث الشريف، علمه بأحكام الحلال والحرام، علمه بالسيرة النبوية ما هو؟ علمه بلغة الكتاب والسنة ما هو؟ فإذا نحن بحاجة ماسة إلى ربط الجيل هذا بتاريخه بلغته، إلى ربطه بجذوره وأصوله، جذوره وأصوله. أنت يا أيها الفتى، يا أيها الشاب، لست وليد اليوم، أنت لك تاريخ عريق ضاربة جذوره في الزمن، وأنت لك قدوات وأبطال وعلماء. أنت قدواتك أنبياؤك، أصلاً الأنبياء ثم الصالحون، هؤلاء الأولياء العلماء الشهداء. وكذلك فإن ثقافة الحملات إذا كانت هي المفيدة في حمل في دفع الجيل الجديد إلى التعامل مع شيء معين إيجابي فلا بأس. في بعض النساء يعني حتى ما هم من الرجال أطلقت حملة، أو بعضهن تطلق حملة كلمني بالعربي، لأنها ترى بأن لغة القرآن هجرت، ولغة القرآن صارت ضعيفة جدا عند مثيلاتها وزميلاتها وبنات جنسها. كذلك يوجد بعض الشباب في الجيل الجديد عندهم اعتزاز بالقرآن والسنة واللغة العربية، يطلقون حملات لإعادة الكلام باللغة العربية والكتابة بالعربية، معرفة قواعد العربية وهكذا. لكن ما هو ضروري أن تكون بطريقة تدريس القواعد الأولى المعروفة، ممكن تكون الآن بطريقة المهارات اللغوية التي تحبب الجيل الجديد في اللغة العربية، تحببه. مثل من زمان، خذوا هذه القصة، واحد كان عنده عقدة من اللغة العربية فخرج يعني متبرما إلى الصحراء، أيام ما كانت اللغة من زمان قوية عند الأعراب والبادية، فرأى فتاة صغيرة تحمل قربة ماء فتنوء بها لأن القربة مملوءة بالماء، وكادت تعجز عن حملها بل قد عجزت فوقعت وانكسرت فوهت القربة. فقالت هذه الفتاة الصغيرة: يا أبتاه أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. خلص، هذا تعلم الأسماء الخمسة كيف ترفع وتنصب وتجر. الأسماء الخمسة مثل فو ذو حمو، هذه لا ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، هذه ترفع بالألف وتضم بالواو وتجر بالياء. فاها فوها فيها، خرس، رجع وقد أخذ درسا عمليا سهلا بسيطا من جارية صغيرة في الصحراء. فانكسرت العقدة بهذا المشهد، فأقبل على اللغة وفهم اللغة. لا مانع أن تدخل التقنية الحديثة في تدريس اللغة للجيل الجديد. يقول بعضهم أن الجيل الجديد جيل ترف، فيه هشاشة عاطفية، لا يستطيع الاعتماد على نفسه، غير متعودين على مواجهة مصاعب الحياة. هذا الكلام فيه نسبة من الصحة، نعم جيل ترف، نعم يعني أشياء كثيرة. يمكن الأمهات والجدات ما كان عنده غسالة، لا غسالة ثياب ولا غسالة صحون،
الفتاة الآن التي تتزوج عندها غسالة ثياب وغسالة صحون، ماشي. الأشياء تأتي، الطلبات بالهاتف الآن، بمواقع التواصل، بالإنستغرام، الشراء يتم على أعلى المستويات بجميع الأنواع والأصناف. طيب، الله يسر هذا للناس، ما المانع من الاستفادة؟ يعني لماذا ينصف التسهيل الذي سهله الله على جيل الشباب الموجود الآن؟ أنه هذا ترف مذموم، هذا ليس ترفا مذموما، هذا شيء يسره الله للناس، لكن كان قدر هؤلاء الشباب أن وجد في حياتهم، لماذا لا يستفيدون منه؟ فليستفيدوا منه وليستفد منه الكبار. لكن الترف الذي بمعنى الميوعة، المؤدي إلى الانحلال، المؤدي إلى ذهاب الرجولة، المؤدي إلى نقص المروءة، المؤدي إلى تشبه الجنسين ببعضهما، هذا المصيبة. هذه النعومة، هنا يحتاج الشباب إلى أشياء من أنواع الخروج إلى البر، البادية، في البحر، ممارسة أشياء من الصيد أحياناً، يعني تعرف على الطبيعة التي خلقها الله. لأن هناك من يصف الجيل الجديد بأنه جيل الكنبة. طبعاً ما معنى جيل الكنبة؟ يقولون جيل الكنبة أبناء جيل الألفية الثالثة عندهم حب عظيم للكنبة، وهذا الوصف يطلق على من يجلس الوقت الطويل أمام الجوال واللابتوب وشاشة التلفزيون ولا يحب الخروج من المنزل، ماشي. يعني هو جيل الشاشات عموما، لكن جيل الكنبة قالوا أنه دائما يجلس جالس على الكنبة. فإذا نحتاج إلى تنمية معاني الرجولة في النفوس، لأن عندنا الآن مؤامرة كبيرة على قضية تنحية الرجولة جانبا، بل حتى الأنوثة. لاحظ الآن المحاربة لرجولة الشباب وأنوثة النساء، البنات أنوثة، يعني إحداث تمرد أنه حتى الأنوثة ما تعجب. ليش الزواج وليش الحمل وليش الرضاع وليش الأشياء التي الرشاقة أهم؟ هذه أفكار الآن تغزو عقول البنات. ما له داعي الزواج، أنت ممكن تقيم علاقات مع عدد من الشباب وتأخذ رأي وتستمتعي، تستمتعي ليش مع واحد مع عشرة؟ هذه أفكار تغزو الآن لدرجة أن بعضهم يقول يا جماعة حتى ألعاب الأطفال البنات اللي كانت من زمان البنت تأخذها لتنمية الأمومة والعطف والرعاية للصغار، وأنه الشرع أباح العرائس هذه، يعني هذه أصلا من ذوات الأرواح، يعني لأجل قضية الأمومة، لعظم موضوع الأمومة في الشرع تربي البنت على الأمومة وتعطيها هذه العرائس. حتى هذه العرائس صارت غير مرغوبة، لأن هناك محاربة لمشاعر الأنوثة والأمومة عند الصغيرات والشابات، وهذا ترى منزع خطير أدى إلى ظهور البويات والشذوذ. ليش؟ من وين طلعت هذه؟ ما طلعت من فراغ، في غزو يأتي بلا شك، يعني يأتي برامج، قنوات معينة، في مواقع، في مقاطع، هي تغذي هذا الشذوذ فتنشئه وتنتجه. ولذلك لابد من ترسيخ الرجولة عند الشباب والأنوثة عند الفتيات. هذا حقيقة مما نحتاجه في غاية الأهمية. اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، كان يحتفي أحيانا، كان يبدو إلى التلاع عليه الصلاة والسلام. ومن هدي تكنية الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، تكنية البنات يا هذا سنة يا أم خالد، سنة بلغة الحبشة يعني الحسن الجميل. طيب، لما يقال الجيل الجديد لا يعتمد على نفسه، الجيل الجديد، الجيل الجديد كسول، لا، الجيل الجديد ترى فيه عناصر نشيطة وعناصر فاعلة وعناصر ذكية وعندهم إبداعات. فإذا خلص، لماذا لا يوجه الجيل الجديد إلى العلوم التي تنفع المسلمين؟ لماذا لا يوجه الجيل الجديد إلى العلوم التي تنفع المسلمين؟
أليس هناك أشياء يعني تنفع المسلمين من العلوم المعاصرة؟ العلوم المعاصرة، طيب لماذا لا نوجه الشباب الجدد إليها؟ ما دام الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما دام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فلماذا لا يتوجه الجيل الجديد وهو جيل التقنية إلى دراسة الأشياء التي هي من مصلحة المسلمين وتحصل القوة لهم؟ تحصل القوة لهم الاستفادة من العلوم الجديدة، التطوير والتحديث. هناك الآن يعني ميادين مهمة، الزراعة الدماغية العكسية reversal planting، القيادة الآلية self driving، التعرف تقنية التعرف على الوجه وبصمة العين face payment، كمبيوترات الكوانتم. الكوانتم هذه طبعا علم الكوانتم الكمية، الفيزياء الكمية، الرياضيات الكمية، كوانتم فيزيكس، هذه من أقوى العلوم الآن ومن أعظم العلوم، وهذه لو تطورت تفك التشفيرات الحالية كلها، تفك التشفيرات. هذه يبغى لها هذا العلم يبغى له مواجهة بعلوم أخرى، لأن خلاص إنكودينج ديكودينج فك التشفير هذا الآن صار بالكوانتم، بعلم الكمية الكمي الرياضيات الكمية، صار أمرا خلاص، هي قضية وقت بس، وتصبح كل التشفيرات هذه لاغية. قضية إنترنت الأشياء ممكن تستخدم دعويا، إنترنت أوف ثينكس، التعلم العميق والشبكات العصبية الآن صار يعني التوجه إلى التقنية الحديثة تشتغل مثل، يحاولون محاكاة العقل البشري، العقل الدماغ في قضية التحليل والاستنتاج والربط، وقضية السرعة وتدفق الأفكار، وحتى الأعصاب التي تربط، وأيضاً علم الإنسالة أو تقنية الإنسالة اللي هو الإنسان الآلي، الروبوتس هذه التي يقولون ستغزو المصانع وتستغني عن القوة البشرية إلا قليلاً وإلى آخره. لكن هذه من أسباب يعني من يملك هذه التقنية يصنع أشياء كثيرة جداً. موضوع هندسة الجينات والهندسة الوراثية وما هو المسموح ما هو الممنوع، و الذكاء الصناعي الآن هذا من أعظم الميادين، الطباعة ثلاثية الأبعاد، طباعة الأعضاء العضوية البديلة، استنبات الخلايا الجذعية الآن حتى علاجات للبنكرياس المعطل عند بعض أصحاب مرضى السكري إلى آخره، تستخدم تقنية الخلايا الجذعية في معالجة أو استنبات أعضاء داخل الجسم. فإذا قلت لهم يا أيها الشباب بما أنكم أنتم جيل التقنية، هناك علوم مهمة للمسلمين، ادخلوا فيها، ادرسوها، الرياضيات التطبيقية Applied Mathematics، الأمن الرقمي Digital Security، علم التعمية والتشفير Cryptography، علم الإخفاء إخفاء النصوص الصور، التعرف على الصور والأصوات، والآن هذا خلص قطعت فيه محركات البحث مشوارا كبيرا، قضية مقاومة الاختراقات، لأن الآن الاختراقات هذه تهدم مصارف ومصانع ودوائر وتحطم مواقع وتسبب خسائر اقتصادية وتسبب تلفيات وتسبب أنواع من الانهيارات في معلوماتية خطيرة لقطاعات حيوية في المجتمع. فحماية المسلمين بقضية دراسة موضوع الاختراق ومقاومة الاختراق، إثيكال هاكينج، اختراقات الأخلاقية، التحقيق الجنائي الرقمي، ديجيتال فورنسيك، موضوع بيج داتا، هذا من أعظم العلوم الحديثة. أصلاً كل مواقع التواصل هذه المعلومات الضخمة اللي فيها قائمة عليش، كيف تعالج يعني؟ كيف الآن في الفيسبوك قرابة مليارين
الواتساب تقريبا 1.25 مليار. طيب بيج داتا، هذا ميدان عظيم. وحتى أنظمة التشغيل المفتوحة التي المفتوحة التي لا 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 توضع فيها أشياء خفية، اليونكس واللينكس، هذه يعني أشياء مهم الإلمام حاط بها أو الإلمام بها، الهندسة الإلكترونية، هندسة التحكم، التحكم عن بعد، هذا الآن فيه صار ميدان عظيم. لغات البرمجة والجديدة من البايثون وغيرها، والتجارة الإلكترونية، الهندسة الاجتماعية، سوشيال إنجينيرينج، هذه مهمة جدا في الدعوة إلى الله وفي دعوة النخب ودعوة قطاعات المجتمع وأنواع الناس والتعرف على الخصائص وتوجيه الرسالة المناسبة للنوع المناسب أو القطاع المناسب أو الطبقة المناسبة، إدارة المشاريع الاحترافية PMP، التعليم الآلي، التعليم عن بعد. التعليم عن بعد هذا لو 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 شاع، لو انتشر وصار في منصات تعلم الناس الدين، تعلم الناس الدعوة إلى الله، تعلم الخطبة كيف يخطبون، وحتى تقدم دورات للمتزوجين والمؤذنين وكل اللي عندهم يعني أعمال لها علاقة بالشريعة أو أشياء تحتاج إلى دورات شرعية فيها تعليم الحقوق والواجبات، لأن جزءا كبيرا من المشكلات الاجتماعية قائم على الجهل بالواجبات، سواء حقه عليها أو حقها عليه مثلا، الحوسبة الكمية إلى آخره. طيب فنقول هذا إذا هذا جيل جديد ومتوجه إلى التقنية ويعيش في التقنية ويعيش في الشبكات والتطبيقات والبرمجات، طيب يا جماعة وجهوه إلى الأخذ بأسباب القوة التي تنفع المسلمين، بل إنه يحتسب الأجر في هذا، بل هذا يعني شيء يجعل الشاب هذا يتعلم هذه الأشياء وهو يبتغي الأجر من الله. على الأقل يا أخي عنده هدف، ليس يسير بلا هدف، أو أنه فقط هدفه الراتب أو الثروة التي يصنعها بتجارة تتعلق بالتقنية، لأن التقنية صارت منفذا عظيما للتجارة في هذا الزمان، التقنية. فنقول ما هو بس هذا، عند هذا الشاب المسلم من الجيل الجديد ماذا عنده؟ عنده الآن وسيلة عظيمة لنصرة الدين، لنشر الدين، للدفاع عن الدين، تعليم الإسلام للعالم. هذا ما يستعمل فيه التقنية الحديثة هذه في التعليم عن قرب والتعليم عن بعد والتدريب، التدريب الشرعي في أشياء كثيرة يا أخي. حتى لو قلت نريد أن نعلمهم المواريث، نريد أن نعلمهم أي شيء، الصلاة، أحكام المسافرين، العمرة، أنت تتكلم عن الفيرتشوال والعالم الافتراضي. طيب الآن في أشياء ممكن أن تخدم في العمرة والحج وتعليم الناس وتدريب الناس في قضية التقنية الافتراضية، هذه أشياء كثيرة جدا، مجالات يعني مجالات يعني ما سبحان الله العظيم يعني هائلة. طيب إذن خلص وجه الجيل الجديد اللي عنده هذه الاهتمامات إلى نصرة الله ورسوله باستخدام ما يجيده، باستخدام ما يجيده. يقولون طيب الجيل الجديد أيضا عنده يعني الآن أشياء ظهرت يعني مخيفة، عنده موضوع الانتحار، عنده موضوع الإحباط. طيب الإحباط نتيجة أشياء، مثلا لا يرى فرص بالنسبة له، صعوبات في كسب الرزق، صعوبات في الوظيفة، صعوبات في الأعمال، صعوبات في الفرص، فرص كسب المال كذا إلى آخره، فينتج عنده إحباط. الإحباط هذا قد يقود إلى الانتحار. أيضا في عبادة الشيطان تقود إلى الانتحار. أيضا أنواع من الموسيقى مثل هيفي ميتال، بلاك ميتال، هذه كانت سابقا، الآن الله أعلم إيش طلع، لكن أنواع من الموسيقى، بل كلمات الأغاني تقول له اقتل نفسك، انتحر ونحو ذلك، وفي بعضهم انتحروا فعلا بسبب هذا. طيب الجيل الجديد لما أليس له عاطفة؟ ألا يمكن مخاطبته عاطفيا ليس فقط عقليا، يعني ليس فقط معلوماتيا؟ العاطفة هذه مهمة جدا. أنت العاطفة هذه مخاطبتها في قضية تأسيس عظمة الله في النفوس، عظمة الله، كان الله ولم يكن شيء معه،
خلق العرش وخلق الماء وجعل العرش على الماء وخلق القلم وقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وخلق السماوات والأرض وما بث فيها من دابة وخلق فيها المعايش وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وما خلق الله من الملائكة والعوالم الأخرى والجن وغيرهم والدواب والله عز وجل الذي خلق الجنة والنار وهذه دار كرامته وما فيها من الأعجائب وهذه دار عذابه وعقابه وما فيها من الإيلامات وأنواع العذاب الأليم. طيب هذه المخاطبات لعاطفة الجيل الجديد الشباب والفتيات هذه تزيد الإيمان تجعلهم يحبون الله يخافون الله يرجون الله يخلصون لله يتوجهون إلى الله يستحيون من الله يصدقون مع الله يتوكلون على الله. إذن هذا جيل ما هو خالي من العواطف ليس خالي من النفوس التي من يعني نفسيات تتأثر بالعكس يا جماعة في فرص عظيمة لوعظهم وتذكيرهم بالله عز وجل. هذا الجيل الذي إذا ذكر ستبنى فيه قواعد الإيمان فينقاد إلى الاستجابة لشريعة الله مثل ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أول ما نزل ذكر الجنة والنار وعظمة الله ما لو ما ثم نزل الحلال والحرام لو أول ما خاطبهم قال لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا كذا حرام كذا حرام ما استجابوا. هذا الأسلوب نفسه هو يفيد في مخاطبة الجيل الجديد وتربية الجيل الجديد. وإذا الجيل الجديد يعني هم في الوقت الذي يقال أنه هو مثلا جيل الترف وجيل كذا يعترف بعض الباحثين المجتمعيين الغربيين الجيل الجديد أقدر في التعامل مع المشكلات وأسرع في حلها أسرع في حلها. ف يقول بعضهم إن هذا الجيل يعني هذا كاتب ديفيد بروكس يقول لا دعونا لا نظلم الجيل الجديد ونهضم حقه فإن الجيل الجديد وإن كان يبدو مرفهاً ومدللاً لكن سرعان ما يقوم إلى حماية ذويه وأحبابه وأهله إذا شعر بالخطر نحوهم. يعني إنه لازال في صلات ما يعني هذه إذا كان كافرهم يشعر بها المسلمون من باب أولى. يقول يشبه بعضهم طريقة تعامل الجيل الجديد مع الإشكالات والصدمات يقول مثل الماء إذا اخترقته لكمة تؤثر فيه اللكمة لكن الماء سرعان ما يمتص الصدمة ويعود إلى طبيعته. إذن ما دام في قدرات من هذا النوع يعني إن في 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 أشياء في مقابل أشياء فلماذا لا تستثمر الجوانب الإيجابية وتنمى هذه الجوانب الإيجابية؟ إذا كان عندهم إحباط من أشياء فتعالج. يعني نحن الآن إذا شفنا أن الشباب عندهم إحباط نتيجة مثلاً قلة فرص طلب الرزق أو العيش أو الدخل المادي إلى آخره تأسيس موضوع يعني في النفوس أن الله هو الرزاق المقيت الذي يوصل لعباده القوت التوكل على الله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير دغدو خماصاً وتعود بطانا تروح في أول النهار جائعة ترجع في آخر النهار شبعانة. لو عندكم توكل حقيقي على الله مثلما تتوكل الطير على الله في خروجها من أعشاشها صباحا كي تطعم وتأتي بالطعام لأولادها وفراخها وترجع معها طعام أكيد ما يرجع الطائر خائبا إلى عشه وعنده أولاد. لو كنتم مثلهم في التوكل على الله مثل الطير لرزقكم كما يرزق الطير. إذن لو توكلون على الله حق توكله كما ينبغي في التوكل على الله. طيب ما وما معنى التوكل على الله؟ طيب سؤال الرزق من الله لا من غيره فابتغوا عند الله الرزق أبلغ من قولك فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم عند الله فابتغوا عند الله الرزق تقديم هذا المضاف والمضاف إليه الظرف فابتغوا عند الله الرزق على المفعول به فابتغوا عند الله الرزق يدل على توحيد وجهة الطلب إنه من الله لا من غيره. وكذلك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أنت ليش خايف؟ الله إذا يرزق الدابة ويرزق الكافر ما يرزق الكافر؟ ربك ما يرزق الكافر؟ يرزق الكافر.
فيرزق المؤمن أيضا، ولو ضاقت في وقت فإنها تتسع في وقت قدر عليه رزقه، في ناس يوسع عليهم، لكن يقبض ويبسط بحكمة، لحكمة سبحانه وتعالى. وإذا قبض عليك الآن، إذا ضيق عليك الآن، ترى يوسع عليك بعد ذلك. وأحياناً الزواج يأتي بالمال، أنت تتخيل أن الزواج يفقر والأولاد يفقرون، ولكن لو مهما ضاقت الله عز وجل يوسع على عباده. ما تشوف الأحوال تتغير بالناس، في أسر كانت فقيرة صارت غنية، في واحد بدأ حياته بالديون ثم صار ثرياً. طيب هذا إذن، وهب أنها ضاقت طال الوقت، أليس من أعظم الحسنات صياح الولد في حجر أبيه كما قال الإمام أحمد رحمه الله؟ هذا يعني هذا لروعة صاحب العيال، يصيح ولده في حجره، هذه عند الله بكذا، هذه كم هذه عند الله بكم. وعندما نقول له الصلاة تأتي بالرزق، كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا. شوف في سورة طه: ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني ذكر الصلاة بين الرزق، والرزق الصلاة، تأكيدا على الأهمية والعلاقة. صلة الرحم تزيد الرزق، الحج والعمرة، موالاة العمرة والعمرة تدفع الذنوب والفقر، الفقر تنفيان الفقر والذنوب. الصدقة تزيد رغم أنها في الظاهر تنقص، لكنها تزيد في المال. هات وخذ من الأسباب الشرعية الكثيرة، الاستغفار مثلا، الاستغفار ويمددكم بأموال، بأموال يعني إذا استغفرتم يمددكم بأموال. وهكذا أيضا المسألة فيها مثلا لما يعلم الشباب الجدد، إنه ترى مو كل لازم يجيك الفلوس بالأزرار، في بعض الناس يحسن جلب الفلوس بالأزرار، في من يستعمل التقنية ويجيب فلوس، ممكن تجيب فلوس بالتقنية، ما في جهازك هذا ممكن تعمل فيه تصاميم إلكترونية، وتعمل فيه أشياء كثيرة يعني عبر الشبكات وتجيب فلوس تكسب، ممكن بدون عملية المقامرات اللي تفتحها الفوركس أو غيرها، تفتح أشياء ويعطوك أحياناً أموال بعدين يأخذوها ويسكر عليك وعمليات ربوية، خلي هذا، لا، أشياء أعمال حقيقية على الشبكة تأتي بالمال. لكن أيضاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لأن الله جعل لكم في الأرض معايش. وإذ ضاق عليك في مكان، اسمع يا عبد الله، إذا ضاق عليك في مكان يتسع في مكان آخر. من الذي يذهب في سبيل الله والذي يذهب في الأرض يجد إيش؟ كما قال الله: مراغما كثيرا وساعة، وساعة غير موقعك. إذا قلت لي أنا ضاق علي رزقي في مكان، صلي مدة ماني محصل شيء، إيش أسوي؟ أقول لك غير موقعك. الله أرشد إلى هذا، أرشد إلى الضرب في الأرض، والتغيير يأتي لك، يأتي لك بالرزق. إذا ما حصلت هنا تجد هناك، غير موقعك، اسمع كلام، غير موقعك. وكذلك يعني يقول يعني بعضهم إنه هذا الجيل يعني موصوف بالنعومة والترفيه الزايد، ونقول طيب كما قلنا تدريبه على القيام بالمهمات، تدريبه على القيام بالمهمات، تكليفه بالمهام، هو يحتاج إلى ردم الهوة اليوم بين الأب والجد وبين الابن والحفيد، لازم يعرف كيف يتعامل معه، لازم يستمع إليه كثيرا. من زمان كنا يعني التربية القديمة كانت أن كلمة الأب ما تصير ثنتين، كلمة واحدة، اسمع يا ولد ينفذ. معليش الآن الدنيا تغيرت شوي، الآن يحتاج الأب أن يسمع من ابنه كثيرا، نحتاج إلى جلسات إصغاء. فليتحمل الأب، لا بأس أن يأتي على نفسه قليلا في سبيل أن يعرف ماذا يعاني منه الولد، ماذا يحتاج الولد، ماذا يحتاج الولد. هناك فضفضات أو هناك أنواع من البوح
الذي يحتاج الجيل الجديد أن يقوله لأبيه ولأمه. وفي ذات الوقت يقال لهؤلاء الشباب الجدد والبنات، ترى مهما كان الأكبر يعني له مكانة في الدين، البركة مع أكابركم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. الخبرة، كبر كبر في الكلام، احترام الكبير، قضية نقل العادات الاجتماعية الطيبة، حتى آداب الضيافة، حتى طريقة الترحيب بالضيف، التعامل مع كبار السن، هذه طيب تزرع. ما المانع؟ ما المانع يقال لهؤلاء كيف يتعاملون في المناسبات الاجتماعية المختلفة؟ بعض الجديد خام، يعني يحتاج إلى صقل، يحتاج إلى إعادة تشكيل، يحتاج إلى نقل خبرة، وهكذا. فنقول افتح عقلك، تقبل من الذي سبقك، احترم من هو أكبر منك. وفي الحقيقة أنه يوجد يعني أنواع من التقبل كثيرة جدا، لكن أحيانا نحن نستعجل الثمرة، فنريد من الشاب المراهق فورا أن يحترمنا كامل الاحترام. معلش، هو هذا الآن يعني في حالة ربما لا يعني يكون بهذا الشكل، لكن يأتي ولو بعد حين. فلا تستعجلون يا أيها الآباء والأمهات، وتأملوا في الدعوات الإبراهيمية، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هو وابنه يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. جد اهتم إبراهيم عليه السلام جدا بموضوع الذرية والدعاء للذرية، الدعاء للأولاد، أولاد الأولاد، وحتى الأجيال القادمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، مع أنه واستجيبت الدعوة بعد كم من 5000 سنة، قرابة 5، الله أعلم كم سنة، وقرونا بين ذلك كثيرة، لكن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم كان حريصا على إسماعيل، وهو يقول ترك هاجر إسماعيل واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. جاء جرهم القبيلة العربية، وبعدين جاء قبائل العرب أقاموا هنا، صارت مكة. ما كان اجعل هذا بلدا آمنا بدون ألف ولام، في دعاء ثاني في القرآن اجعل هذا البلد آمنا بالألف واللام، قالوا دعا إبراهيم اجعل هذا بلدا، ما كان في بلد، قال اجعل هذا بلدا. لما جاء ورجع وحصل أنه تكون، جاء الناس وبدأ تكون البلد، قال اجعل هذا البلد آمنا. فله دعوتان، واحدة قبل نشوء البلد، وواحدة بعد نشوء البلد، وارزق أهله من الثمرات. والله عز وجل جعل البيت العتيق مثابة للناس، ويأتون إليه من كل فج عميق بدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، وحفظ الله وذرية إبراهيم، ومن ذريتي. شوف إبراهيم يناشد ربه، ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن هذه الدعوات الكثيرة من إبراهيم الخليل، هذه تجعلنا نحن اليوم ونحن نتعامل مع هذا الجيل، تجعلنا فعلا نركز على قضية الأشياء الإيمانية والأشياء العقلية والأشياء المعيشية والحياتية في التعامل معه. لا شك أن دعوة مشوار طويل، التربية مشوار طويل، لكن الله سبحانه وتعالى يعين، الله عز وجل يعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا حذرنا وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ونحن ما عندنا خيار آخر يعني غير أننا نقبل على الله ونعتصم بالله ونستعين بالله في تربية أولادنا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
سواء كانوا ذكورا أو إناثا. أيها الإخوة والأخوات، نختم يعني كلامنا هذا بالتأكيد على التعامل وفق الشريعة مع هذا الجيل الذي قدر الله سبحانه وتعالى أن يوجد في هذا الوقت، في هذا الوقت. ونحن نعلم أن المسألة فيها ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونعلم بأننا مسؤولون عند الله عز وجل، لكن أنت إيش تبغى أشرف من هذه الوظيفة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ يا أيها الدعاة، يا أيها المعلمون، يا أيها الخطباء على المنابر، يا أيها الأئمة، يا كل من يخاطب أو يصل إلى الجيل الجديد، أنت عندما تسهم في التأثير فيه كما أمر الله لك الأجر العظيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا سلكت السبيل الذي عليه ربك، إن ربي على صراط مستقيم، ماذا تريد أحسن من ذلك؟ نبيك عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عنه؟ ما وصفه؟ وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فنحن ندعو الشباب إلى النجاة، ندعو الجيل الجديد إلى النجاة، ندعو إلى العودة، ندعو إلى التمسك، ندعو إلى أن لا يضيع في خضم التقنية والشبكات والانفتاح. وإذا كان يعني قد يعني منهم من انحرف، صار وقع في أنواع من المعاصي، حصل طيب، نتيجة الانفتاح والتقنية وسقوط الحواجز بين الجنسين اليوم حصلت أشياء. كيف نستقبل الجيل الجديد؟ موضوع التوبة أن نخاطبه بفرح الله بتوبة عبده، يعني في مبشرات وفي أشياء من الرجاء مهم توجيهها للجيل الجديد. يعني ما يكون الخطاب مقتصرا على قضية النار والعذاب والعقاب، لا، أيضا في ذكر عظم رحمة الله، باب التوبة المفتوح، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لله أفرح بتوبة عبد من أحدكم، ضاع الناقة وجدها بعد ذلك عليها طعامه وشرابه. لما تقول للشاب ترى ربك يفرح بتوبتك، ترى التوبة تجب ما قبلها، ترى في واحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ما تركت حاجة ولا داجة ولا شيء ولا إلا عملته، فقال إن الحسنات يذبن السيئات. حتى لما تقول للشاب إذا ما استطعت أن تترك المعصية اعمل حسنات لتكفرها، يعني حتى السياسة هذه في التعامل معه، إذا ما استطعت تترك معصية معينة افعل طاعات لتكفيرها، إن الحسنات يذبن السيئات، هذا ترى يفتح مجال أمامه مجالا، ما يصاب خلاص بالإحباط يستولي عليه الشيطان. ثم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه. وينبغي أن يكون بين يعني دعاة يجيدون التواصل مع هذه الفئة العمرية، كيف يخاطبونها يتكلمون معها على بصيرة، على بصيرة وبالحكمة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويكون في قدوات. ترى جماعة الكبير يؤثر، ليش تقول الأب ما عاد يؤثر في الأولاد؟ إلا والله يؤثر، لو كان قدوة في البيت ما يؤثر في الأولاد، ولما يربيهم الأهم فالأهم بالأولويات بالقواعد والأسس قبل التفصيلات، بالتوحيد والإيمان قبل الأحكام، ويربط الأحكام بتعظيم الله عز وجل، يكون في تدرج وعدم استعجال، ويكون أيضا من قواعد التي يتربى عليها هؤلاء الرفق يعني في دعوتهم النصيحة. أنت هو لما يحس أنك أنت حريص عليه تحب له الخير خلاص سيقبل، هو سيحبك سيمشي وراءك، هذه الموعظة الحسنة، هذا هو الخطاب من الوحي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إيش تفهم منها؟ إيش تفهم منها؟ أنت الآن تخاطب الجيل الجديد بهذه الروح، يحس بالشفقة،
يحس بالرحمة، يحس بأنك حريص على مصلحة، حتى لو عصى، حتى لو فعل الفواحش، حتى لو استرجاعه، حتى لو راح، حتى لو والعياذ بالله ألحد وكفر وعاش مدة كأنه يقول نصراني كافر ملحد، ترى قابلية الاسترجاع كبيرة. أكبر دين في العالم عليه إقبال في العالم الإسلام، فلما لا يرجع إليه المسلمون أصلاً اللي كان عندهم لهم جذور؟ الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فلنكن كذلك نحن في تعاملنا مع هؤلاء الشباب والفتيات، ونستنقذهم من الشيطان. يريد الشيطان يريد إيش؟ يعني أن تميلوا ميلاً عظيماً، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. لما تقول ترى يا أخي باب التوبة مفتوح إلى آخر لحظة، إذا الروح ما إذا ما غرغرت الله يقبل توبتك، إذا ما غرغرت الله يقبل توبتك، وإذا الواحد استغفر بصدق يغفر الله له ولو عد، لأن الشاب سيأتيك ويقول ترى أنا مو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة عملت الذنب ورجعت وعملت ورجعت وعملت ورجعت. فتقول كل مرة تبت توبة حقيقية فيها ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة يغفر الله لك حتى لو رجعت، وتحدث ثوبة جديدة. الرحمة بالعصاة، الراحمون يرحمون من في السماء، يرحمون من في السماء. ولو قال واحد المنتحر انتحر نصلي عليه؟ يا أخي ما هو مسلم؟ نعم صلي عليه، أليس بمسلم؟ مر أبو الدرداء على رجل أصاب ذنبا والناس يسبونه، قال رأيتم لو وجدتموه في قليب، في بئر، في بئر، ألم تكونوا مستخرجي؟ ما عاد حتى تمدله حبل طلعوا؟ قالوا نعم. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. وهكذا والواحد ما يعني يعير بالذنب، سبحان الله، يمكن هو يبتلى به، يمكن هو يبتلى به. ف لما دخل اللص بيت مالك بن دينار ما وجد شيئا، مالك بن دينار كان زاهدا، بعض السلف يقال له ما البيت لازم أثاث، لازم أثاث، يقول صاحب البيت لا يدعنا فيه، يقول البيت يبغى له أثاث، يقول صاحب البيت لا يدعنا فيه، لازم يطلعنا. فاللص دخل بيت مالك بن دينار ما وجد شيئا، فانتبه مالك انه اللص دخل دور دور ما طلع بشيء. قال مالك سلام عليكم. قال عليك السلام. قال ما حصل لك شيء من الدنيا، ترغب في شيء من الآخرة؟ اللص استحى، قال نعم. قال توضأ من هذا المركن وصلي ركعتين. فراح فعل ذلك، قال خلاص اجلس عندي للصبح. طلع هو إياه إلى المسجد، صلوا الفجر. أصحاب مالك جو بعد الصلاة قالوا إيش هذا جديد مالك، مو من أخوانك مو من أصحابك، إيش هذا؟ قال جاء يسرق فسرقنا. وهكذا شوف إرادة رحمة الرحمة. واحد خطف عمامة النووي في السوق، النووي رحمه الله يمشي، جاء واحد خطف عمامة النووي هرب، حرامي، كان في حرامية لأن العمامة لها قدر، يعني قدر كب على الرأس وقدر بالفلوس يعني. وجعل النووي رحمه الله محي الدين يعدو وراءه، يعدو وراء اللص ويقول ملكتك إياها، ملكتك إياها، قل قبلت، قل قبلت. حتى فقهيا تمشي، لأنه الهبة تصح إذا قبلها الموهوب له. فالنووي راجل وراء مو علشان يقول رجع العمامة، يقول وهبتها لك قل قبلت، حتى تدخل في ملكه، حتى ما يصير عنده شيء مغصوب مسروق، حتى ما يبوء بإثمها. شوف رحمة العلماء بالشباب. العين هذا شاب حرامي خطف عمامة عالم، والعالم يجري وراءه يقول قل قبلت وهبتك إياه، ملكتك إياه، قل قبلت. سبحان الله العظيم. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، فهما ذا نظران. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، مثل الشباب اللي ضايعين أنت كنت مثلهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. بس شوف ابن القيم يعني كما يقول، يعني انظر لهؤلاء بعينين، عين الحكم وعين الأمر، هذه ارحمهم بها وهذه علمهم بها. سبحان الله. وهكذا يكون التعامل مع العصاة من هؤلاء
من هؤلاء والتعامل معهم بترغيبهم وفتح المجال لهم وأمرهم بالحسنات الماحية وكيف والتوبة هذه وتحقيق التوبة، إنه سيجعل لهم منفذا عظيما إلى الخير، إلى الخير. والقول اللين دائما يأتي بالنتائج الطيبة، وإرادة النصيحة، النصيحة إرادة الخير للمنصوح. لو فعلا تحبه ستنصحه حقيقة وتنصحه من قلب، سرا لا جهرا، بلسان المشفق لا بلسان الذي سيقع فيه ويعذمه ويشتمه ويوبخه. لا، عطيه بقالب الشفقة والرحمة، عطيه لا بقالب التعيير بالذنب. ممكن أنت تبتلى وتصير مثله ما يدريك، وأحيانا يكون المذنب المنكسر عند الله أحسن من الطائع المعجب بطاعته، المغرور بطاعته، يرى نفسه وعمل وهذاك المنكسر عند الله أحسن. ونحتاج إلى شيء يا إخواني في عالم الإنترنت هذا والشبكات والمواقع، أن نستر عليهم، ما ننشر ولا نفضح، لا ننشر ولا نفضح، نحتاج إلى الستر. ومن ستر مسلما ستر الله. وأحيانا ترى الفضيحة تؤدي إلى تهوين الذنب، وأن المجتمع يألفه، وأن يقول الناس خلاص مو فعلوه، فعلوا فلان وفلان وفلان، ويستسهلون المعصية، والسبب نحن الذين روجناها وقلنا شوف كيف يسوون معصية، وشوف كيف يفعلون، وشوف ونشرناها. وأين الستر؟ وأين الحكمة من إخفاء ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يعافي كل أحد إلا المجاهرين. وهل تريد من الشاب هذا أن يعاند ويقول طيب أنت الآن أنت هذا كلامك علي؟ أنا الآن خلص ما عاد عندي كبير ولا عندي أحد شيء أخاف منه، سأعلن المعصية. لا والله، كان سترها وإخفاؤها كان أحب إلينا وأحسن وأحكم، وأحسن ما يصير، يعني أن هناك من يجترئون بسبب ذلك. ولاحظ معي أن بعضنا أحيانا نستعمل الهجر، المقاطعة، يقول قاطعته وهجرته. طيب، من قواعد الهجر أنه إذا كان فيه مصلحة للمهجور، يعني إذا كان الهجر سيعيده إلى الصراط المستقيم أهجره، لكن إذا كان يزيد عنادا ويزيده نفورا، لا، ليس من المصلحة الهجر. إذن نواصل معه النصيحة ولا نهجره، ونتبع طريق القرآن والسنة، ونجمع بين الترغيب والترهيب والخوف والرجاء، ونتبع سبيل المؤمنين وسبيل أهل العلم. وترى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بس نذير، كان مبشرا، مبشرا ونذيرا، يبشر وينذر، وليس فقط ينذر. ولازم نفرق بين الشاب المتعمد والذي وقع عن جهل، واللي فعلها أول مرة واللي فعلها من قبل كثيرا، والجاهل والمخطئ، والداعية إلى الشيء والذي كان ضحية من الضحايا. فالخلاصة يا إخوان أن هذا التلطف وهذه الحكمة ستقود إن شاء الله إلى نتائج كبيرة. أملنا بالله كبير، والله النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ لعل الله يخرج من أظهرهم، من بين أظهرهم من يعبد الله. لا تقل خلاص هذا جيل خربان والتقنية عاثت فيه فسادا وما في فائدة، وهذا لا لا لا، يمكن يكون منهم الفاتح والقائد والمجاهد والعالم والقدوة والمربي والداعية ليش؟ ولذلك نحن ما نيأس أبدا من أولادنا وأحفادنا وأبناء أولاد المسلمين ذكورا وإناثا، وندعو لهم بالصلاح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح قلوبهم وقلوبنا للإيمان. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا أجمعين، وأن تسلك بنا سبيل الحق يا رب العالمين، وأن تدخلنا دار السلام، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، واعتق رقابنا من النار، وباعد بيننا وبين جهنم يا غفار.
اللهم أصلح شباب المسلمين وشاباتهم، اللهم أصلح الكبار والصغار، واهدي الجميع إلى الحق، ردنا إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.